اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه تفاعل جمهور الاهلي بحماس شديد مع الاستفتاء في جائزه جلوب سوكر مخليه الاهلي لغايه دلوقتي 61% من عدد الاصوات، برشلونه 11%، ريال مدريد 20%، وبايرن ميونخ 8%. يعني الاهلي 61% اقرب ناس، ودي الصوره اهي بنتائج التصويت، الريال 20 والبارسا 11 والبايرن 8. فنتمنى لغايه دلوقتي، بس انا عايز اقول مزيد من التصويت، اعتقد غلق التصويت يوم 27، بس هو ده اهم حاجه الناس لازم تعرف، الموضوع ما خلصش كده، بالزبط. ممكن يتقلب في اي وقت بالظبط. فنتمنى مزيد من اختبار التصويت للأهلوية. على قيمه الاهلي ومكانته، ده بالمناسبه على الفريق الاحسن في بطولاته في القرن الجديد في ال20 سنه الاخيره او الاولى من هذا القرن.